كوكي أرجوك يا كوكي احرص ولا كلمة. انت جاي ورايا ليه؟ بلاش فضايح يا كوكي بلاش فضايح. لما رجعتش انا هفضحك والم عليك اللوكندا دي كلها يا كذاب يا نصاب. امال فين اللي هنا؟ يدا ايدك تتكسر يا ماتموزيل. مدام كوكي من فضلك احجزي لي اوضه سنجل. اوضه مفرد. تقصد مدام روكي جناح دبل. اوضه مجوز. روكي اقصر الشر وابعد عني. كوكي ارجوكي نتفاهم. روكي كوكي روكي كوكي روكي كوكي روكي روكي كوكي خلصونا. احجز اوضه سنجل ولا احجز سويت؟ مفرد يعني مفرد وانت دهور على البيت. يا ننزل سوا يا نروح سوا علشان 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 خاطري يا كوكي. كوكي روكي روكي كوكي مش عاوزين سويت اوضه ولا سويت. جاي ورايا ليه يا حرامي؟ انت مدامه؟ ايوه مدامي. من سوق بختي فعلا يا اختي. ازاي بتقول لك يا حرامي؟ انت حرامي. ازاي تتهمك قدامي؟ انت حرامي. اعمل ايه؟ عاوز تحبسها جناح واحد. انا جايالك ولي يهمك صمت الرجالة كده. ما تجيش الا بكده. زعلانة منه ليه وسارق منك ايه؟ دي مسألة عائلية. عندك اثبات عليه؟ واثبت عليه ازاي؟ ده سؤال ولا استشارة؟ مش فاهمة تقصدي ايه؟ ما تفهموها بالاشارة. مثلا ايصل امانة او شك بدون رصيد وانا لك اخر دور. اتفضلي يا مدام. ولا يهمك. من فضلك كوكي بيه؟ روكي استهان. كوكي راكي راكي كوكي تعال لي هنا. تعال طالع وراها ليه؟ ما تسيبها تتفلق. اتقل يا روكي الصنف ده كده ما يجيش الا بكده. هي بتتلكك الست الكارحه. تتلكك فعلا يا مدمزيل. دي ست مفتريه. ادبها بالقانون. ارفع عليها قضيه. ما وصلناش للقضيه. بقت تتهمك قدامي وتقول لك يا حرامي وتقول لي مش قضيه. ايه يا روكي؟ مش عارف اعمل ايه. ده سؤال ولا استشارة؟ مش فاهم تقصدي ايه؟ ما تفهمه بالإشارة. مش قادر تاخد حقك فيه اللي ياخد لك حقك. اتفضل روح اعمل محضر في شرطة الأوتيل. محضر؟ اثبت وقعة خروجها من عشها الجميل ونزولها لوحدها في الأوتيل. صح. ووقعة اتهامك بالنصب والتبديد دي توديها في حديد. يا ريت. لا مش مستاهلة الحديد. عموما تحت أمرك. فكر وانا تحت أمرك. اتفضل آخر سويت على اليمين في الأرض. بس أنا ما جبتش معايا هدوم. الأوتيل في كل حاجة وكل التخصصات بالقانون. روح اشتري لك بيجامة وروب ملون جميل. ملون ولا أسود؟ لا الروب الأسود خليه هيقف معاك في اليوم الأسود. يا نهار أسود. هي حصلت يا كوكي بقى كده يا كوكي. ربنا على الظالم. وأنا في خدمة المظلوم. يا أيها المظلوم وليك. أشعللها يشتاقوا لبعض يرجعوا لبعض. وبالمرة أمارس هوايتي في الكلية اللي كان نفسي أدخلها. أدخل تاخد فلوس وتصرفها وبستخسر فيا الهدية وجايب لي ورد. يا حرام يا خاين يا دون. كوكي روكي روكي كوكي أهلا بيكي يا مدام كوكي. كوكي روكي روكي كوكي أهلا بيكي يا مدام كوكي. نورتينا وشربتينا يا أحلى من تين الشوكي. كوكي روكي روكي كوكي أهلا بيكي يا مدام كوكي. كوكي روقي دمك ولا يهمك انا وياكي علي خمك وحغمه اكتر ما هو غمك وسجنهولك وعدمهولك. لا لا الا الاعدام. كوكي راكي راكي كوكي اهلا بيكي يا مدام كوكي. كوكي راكي راكي كوكي اهلا بيكي يا مدام كوكي. شلضمي بوزك قدام جوزك ده انت خساره للي يحوزك وعاملي مش عايزه هيعوزك وارفعي دعوه وخليكي هلسه. هرفع دعوه ووقت الجلسه هقدم ورقك واخد حقك وهخليه يعمل قرا جوزك. رايك ايه؟ رايك ايه؟ قولي قولي ارجوكي ارجوكي. شاهدين يا بنات اهي قالت ارجوكي. شاهدين يا بنات اهي قالت ارجوكي ده تفويض رسمي منك. كوكي
احمدي ربنا انك قابلتيني. اشرحي لي القضيه بالتفصيل الممل. ململيني. امبارح كان عيد جوازنا. العيد الذهبي ولا الحجري؟ قلت له فين هديه جوازنا؟ قال لي ما معيش فلوس. اديت له الفلوس طبعا وصرفها ولا جابش الهديه. يمكن حد يقول دي حاجه بسيطه وما تستاهلش الزعل. انت عبيطه؟ ينسى الهديه معناها بينسى صاحب الهديه. عندك حق. وانت كمان عندك حق. مش علشان وعدك بهديه وطنش. امال علشان ايه؟ ولا علشان فلوسك اللي لهفها. امال علشان ايه؟ مش يمكن جاب هديه لواحده تانيه يعرفها؟ ده انا طين عيشك. عادي اهمادي ولا يهمك. ولا يهمني؟ دي قضيه عاوزه اثباتات وادله، والاعتراف يا اختي هو سيد الادله. وازاي هيعترف؟ هخليه يعترف قدام الشهود، بس اوعي تنزلي او تتنازلي الا لما اكون معاكي. ولا يهمك. هي فين؟ طالبه الطلاق. الطلاق؟ احمد ربنا انك قابلتني. راكي اطلبها في الطاعه. الطاعه؟ ما هو لو ما طلبتهاش في الطاعه هي اللي هتطلبك في العصيان الزواجي. عصيان؟ ما هو زي ما في بيت للطاعه والعبوديه في بيت عصيان اللي زهقان من الزوجيه زي حالاتك. من امتى ده؟ نص جديد في قانوني انا، قانون ام العريف، والتزمت بيه محكمه الحلقه الكوميديه. يا نهار اسوح، يعني ايه؟ ما هو يا تطلبها في الطاعه يا تطلبك في بيت العصيان، يا تطلقها يا تحبسك، يعني لابد تحصل لكم كارثه قبل الحلقه دي ما تخلص. قولي اسباب الخصومه والخلاف. خدت قرشين من فلوسها. والفلوس وديتها فين؟ كان عليا فلوس لناس. بقى تبقى مديون، غرقان في الديون، وسايبها تتمنظر وبتعمل لك منظر. وبتحجز جناح وانت كمان جناح في اوتيل سفن ستار زر. اما انت مجنون. اهي ليلة وهتعدي. ان كانت هتعدي. ارجوك تصالحينا. هو ماله؟ ما هو برضو من مهام المهنة. هتنادلها؟ لا، هنادي على الشهود. اكتب هنا يا منتهى. يا منتهى اكتب هنا. مليني اكتب ايه؟ اكتب لها وقول لها. اكتب لها وقول لها اني اقر واعترف اني اخذت المنصرف من زوجتي حبيبتي وهي التي تدعى كذا. اكتب ثلاثي اسمها وان الفلوس صرفتها وهي امانه في ذمتي ومستعده اردها وقت الطلب لمن طلب من زوجتي او من يوكل عنها. اكتب لها وقول لها. اكتب لها وقول لها كما اقر واعترف اني راجل منحرف. منحرف؟ ما هو الواحد قرف من غماها ومن همها. ما هي طالعه لامها. شرفنا. كما اقر واعترف اني من 20 سنه عايش في سجن وزنزانه مخنوق وعملاني انا خدام لها ولاهلها. ايوه الله. ايوه الله. اكتب لها وقول لها. كما أقر بأنها بقت مملة ومهملة ومفشكلة ومحشكلة حتى المراية بقت مخصمة شكلها ولما تيجي خارجة تبقى أبداها. صح والله. أهو ده الاعتراف ولا بلاش؟ اكتب لها وقول لها. اكتب لها وقول لها كما أقر بأنني قررت أطفش منها وارجع لها واجب لها أكثر هدية شفتها راضية واختها. هدية ايه؟ سيبها كده متعلقة. امضي هنا واختم وكلكم يمضي هنا شهود عليه. شهود على ايه؟ على طلب الصلح والتنازل عن الدعوة واسباب الخصومة. ده انت فعلا استاذ. امال خد صور دي 1000 صورة. كرسي الاعتراف. ابتسمي. اوعي تكلميه يترازل عليك. لمي الناس عليه تكسبي القضية. وخلي بالك يمكن جاية معاه. تقصدي مين؟ اللي جايب لها الهدية. وأول ما تشوفيه بيكلمها اهجمي عليه. اقصر الشر أحسن تخسر القضية. خلي الشيك في حسابي. لا، أنا اللي هعزمك وأوكلك على حسابي. كوكي، بقالكم قد إيه في عش الزوجية الهادي؟ عش فرخ وحياتك. مش أنت لوحدك اللي بتقولي كده يا كوكي كوكي يا روكي روكي.
شخص يقابلني لو بس النوبة يحدث لي فول احدث له قال يبعت لي بوسة ابعت له طوبة يقول لي دي احلى هدية كان انت دايا انت يا هي قبل الهموم الزوجية صح الكلام ولا ما صحش صح ما صحش لا صح تمام رحلة حياتنا الزوجية بدأ الكذوبة ونخع وبحبح يعمل لي رامبو وانا ماشية جنبه ويجيب هدايا والبند يسمح يلف على جواهرجية كان انت دايا انت يا هي قبل الزيادة العددية صح الكلام ولا ما صحش صح ما صحش لا صح تمام رحلة حياتنا الزوجية زي الخطوط البالية واو بعد الجواز بدأ النزناز وابو طبع هادي صباح نرفاز يحدث لي كلمة احذف له كلمة ورشاشين يضربوا الفاظ عيش الهوى بقى عشق الزاد وبقت حياتنا مش هي صح الكلام ولا ما صحش صح ما صحش لا صح تمام رحلة حياتنا الزوجية زي الخطوط البيانية وتفوت سنة ورا سنة واحنا هنا وما احناش هنا واليوم يفوت برد وسكوت جرالنا ايه هو وانا واقول له مش عايزة هدية انا عايزة كلمة حنية يقول لي ايه خلص الكلام وسيبيني انام وانا صحية وعايشة في الاحلام من امتى دايا انت يا هي من ابتداء الزوجية صح الكلام ولا ما صحش صح ما صحش لا صح تمام لا صح تمام لا صح تمام لا صح تمام فعلا صح تمام بنتي حبيبتي القلب اللي بيجيب لك هديه هوديكي ازاي انت مين المجنونه دي عيب يا كوكي انت جوزها ايوه جوزها خد ايوه انا يا راجل كوكي انا يا فندم خد ضربه قطع عليك بصمت التسجيل ولا خد بضرب انا الحقيقي يا استاذ ما انا حاضره مع المتهم فين المتهمة فوكي روكي؟ أنا مطلوب القبض عليكي بتهمة الهروب من البيت الزوجية والسب العلن أستاذة يا أستاذة الحقيقة يا أستاذة أنا حاضرة مع المتهمة إيه ده؟ أنت معايا ولا معاها؟ أنت معاها ولا معايا؟ وحاضرة بصفتك إيه؟ بصفتي العرفية في التفانين الرئيسية الأول مدنيات والتاني الجزاءات والتالت الجنايات والرابع خد وهات وفوقيهم ونصوص 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 ألوفات 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 عشرين ألف وأكثر من عهد الفرمانات والدولة العثمانية علشان كده لابسة الرداء الأسود إنه أبيض على كل مظلوم وأسود على كل ظالم سلام عليكم استني هنا معاكي شهادة أي لا عضو النقابة أي لا يا نهار زي بعضه امسكوها اقبض عليها لا معلش معلش انا بجد كان قصدي ان انا اشعل لهم واخليهم يغيروا على بعض علشان يرجعوا لبعض وكان معلش معلش فريرة خلاويس بقى خلاويس خلاويس لسه خلاويس لسه خلاويس لسه هي شغلانه شغله شغلانه شغلها وشغله اصل شغلانه هو اصله هي شغلانه اضطررت اعمل كده ولا يهمك ما قلنا خلاويس ديك دي خلاويس 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 خلا